التاسعه صباحا بتوقيت القاهره السابعه بتوقيت غرينيتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم فقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جانبا من قوافل المساعدات الانسانيه والاغاثيه المتمركزه بمنفذ رفح البري انتظارا لعبورها الى الجانب الاخر وخلال زيارته لمحافظه شمال سيناء توجه رئيس الوزراء بالشكر لقيادات المجتمع المدني داخل مصر وخارجها والحكومات التي حرصت منذ اللحظه الاولى على تقديم مساعدات لاهالي غزه. نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية قولها أن مصر قررت استقبال 81 جريحا من الإصابات الخطيرة بقطاع غزة عبر معبر رفح للعلاج في مستشفياتها. وأشارت الوكالة الفرنسية نقلا عن مصادر طبية إلى إقامة أول مستشفى ميداني على مساحة 1300 متر مربع لاستقبال الجرحى الفلسطينيين حال وصولهم إلى مدينة الشيخ زويد. أدانت مصر بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدني ما بين شهيد وجريح وفقا للتقديرات الأولية، وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية أن ذلك يعتبر انتهاكا صارخا جديدا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. يزيد الازمه الراهنه تعقيدا وينذر بعواقب وخيمه يصعب تداركها على كافه المستويات. حذرت مصر من مغبه استمرار تلك الهجمات العشوائيه التي تستهدف المدنيين العزل في اماكن ايوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبيه التي يلجؤون اليها هربا من القصف الاسرائيلي العنيف والمتواصل. وقعت اشتباكات ضاريه شرق خان يونس بين قوات الاحتلال والمقاومه الفلسطينيه جنوب قطاع غزه، واوضحت مصادر فلسطينيه ان المقاومه الفلسطينيه تمكنت من استهداف عدد من الاليات العسكريه الاسرائيليه اثناء توغلها في قطاع غزه، واجبرتها على التراجع وكبدتها خسائر في العتاد والافراد، من جانبه اعترف جيش الاحتلال بمقتل تسعه من جنوده في مواجهات مع المقاومه. ياتي هذا في الوقت الذي اعلنت فيه شركه الاتصالات الفلسطينيه انقطاع الاتصالات وخدمات الانترنت تماما بقطاع غزه وفي الضفه الغربيه المحتله استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها مدينه طولكرم هذا وقد واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية طوال الليل على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن القصف استهدف مناطق خان يونس وجنين وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني أن خمسين فلسطينيا على الأقل استشهدوا في قصف جوي لمخيم جباليا للاجئين شمال غزة كما أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن ما لا يقل عن 8525 فلسطينيا من بينهم 3542 طفلا استشهدوا في العدوان الاسرائيلي على القطاع منذ السابع من اكتوبر الجاري. قال المفوض السامي للامم المتحده لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ان الجوله الاخيره والاكثر دمويه من الصراع العنيف جراء العدوان الاسرائيلي على غزه تهدد بالحاق عواقب كارثيه بالمنطقه ككل. وفي احاطته امام مجلس الامن الدولي اضاف جراندي انه لن يكون هناك سلام في المنطقه وفي العالم دون حل عادل للصراع الاسرائيلي الفلسطيني بما في ذلك انهاء الاحتلال الاسرائيلي واضاف غراندي ان الاسابيع الثلاثه الماضيه قدمت دليلا مدمرا على ان تجاهل القواعد الاساسيه للحرب بما فيها القانون الدولي الانساني اصبح على نحو متزايد هو القاعده وليس الاستثناء مع مقتل المدنيين الابرياء باعداد غير مسبوقه احتج متظاهرون ضد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الحرب في غزة خلال اجتماع في مجلس الشيوخ لطلب مساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل ورفع صف من المحتجين أياديهم ملطخة باللون الأحمر في الهواء احتجاجا على الحرب ولاحقا أخرجتهم شرطة الكونغرس من الغرفة بعد أن رددوا هتافات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة أعلنت حكومة تشيلي أنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور ردا على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة، وقالت وزارة الخارجية التشيلية في بيان لها أن تشيلي تراقب بقلق العملية العسكرية الإسرائيلية التي تشبه في هذه المرحلة معاقبة السكان المدنيين الفلسطينيين وأن أفعال إسرائيل في غزة لا تحترم القواعد الأساسية للقانون الدولي. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه حكومة بوليفيا قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة انتهى موجز التاسعة وعودة لزميلي محمد هنا في الاستوديو لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر شكرا لك هالة